وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، أصدرتم بيانا بشأن الأحداث الجارية في غزة، كيف تنظرون لما يحدث هناك من انتهاكات وصلت إلى حد محاولة اقتحام القطاع من قبل الاحتلال الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. هذه مرات متكررة يقوم بها الكيان الصهيوني بمثل هذه الاعتداءات، والسبب أن هنالك فراغا وصمتا دوليا يشجع هذا العدوان، هذا الكيان على مثل هذه الاعتداءات واستمراره بها، لأنه لا يجد لا منكرا له ولا من يردعه ولا يتوقف عن مثل هذه الانتهاكات. هذه الانتهاكات ستستمر إذا استمر هذا الصمت، وإذا أيضا استمر التفرق العربي الذي ربما يكون وسيلة أو سببا لاستقواء هذا الكيان على الشعب الفلسطيني الأعزل المحاصر منذ سنين عديدة، والذي لم يجد إلى الآن العون من قبل أشقائه، للأسف العون الكافي. نعم، هنالك بعض الإمدادات هنا وهناك، لكنه إلى الآن لم يجد العون الكافي الذي يستطيع به الشعب أن يتصدى لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات وغيره. كيف ترون توقيت هذا التصعيد يعني في ظل دعوات بوقف التطبيع اللافت خلال الفترة الأخيرة؟ طبعا أولا، مسائل التطبيع هنا وهناك تتصاعد من قبل بعض الجهات، وهي لا تدلل إلا على مزيد من الضعف والهوان من قبل هؤلاء، وهذا يشجع مثل الكيان الصهيوني وغيره للمزيد من هذه الانتهاكات. الأمر الآخر الذي يتزامن مع هذا التوقيت أنه حالة النزاع والشقاق العربي وحالة الضعف في العديد من البلاد العربية شجع هذا الكيان على مثل هذه الانتهاكات ومثل هذا العدوان. الدول العربية كيف ترون تعاطيها مع الأزمة الأخيرة؟ يعني للأسف طبعا الشعوب لا تزال شعوبا حية ومتعاطفة، ولا تزال رغم كل شيء لا تزال القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى، وأفئدتهم تهوى نحو بيت المقدس ونحو القدس، ويتعاطفون ويتكاتفون مع أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الآن نجدهم رافضين للتطبيع أو للتنازل عن أي جزء من هذا الحق الفلسطيني الذي هو قضية الأمة بأجمعها. لكن للأسف نجد إزاء هذا الموقف الشعبي هنالك مواقف حكومية، المواقف الرسمية لا تزال مواقف هزيلة وضعيفة جدا، وربما نجد من بعض الأنظمة تواطؤا للمزيد من الانحدار بالقضية الفلسطينية، بل ربما محاولة وسعيا جادا من قبل بعض الأجهزة الحكومية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا كله لا يؤدي فقط إلى تضييع القضية الفلسطينية وإلى تضييع الشعب الفلسطيني، وإنما يؤدي كذلك إلى إضعاف الأمة العربية والأمة الإسلامية برمتها. كيف ترون الحلول من أجل الخروج من الأزمة الراهنة؟ الحلول كثيرة، يعني بداية نقول أنه على أبناء الشعب الفلسطيني أن يوحدوا صفوفهم ويتكاتفوا ويتناسون أي خلافات، ولا سيما الخلافات الحزبية والفئوية. ثانيا، على المجتمع العربي عموما بجميع مستوياته الشعبية والرسمية الحكومية أن يتصدى لمثل هذه العدوى الاعتداءات، وأن يقف صفا واحدا مع أبناء الشعب الفلسطيني للمطالبة بحقوقه. نعم. ولردع الكيان الصهيوني من هذا العدوان أو الاعتداءات الأخرى. من إسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.